قصه وقصيده. يا سلام. فكنت راح العمره، كنت شاب ذيك الايام صغير، طبعا نطوف اذا مرينا الحجر ما ناشر. مع شيبانك ولا الحال؟ لا الحال مع اخوي. اي قال اخوي يا ابو نايف لا بس العافيه احنا ما يعني اللي قرينا ودرسناه ما سويناه. وشو قال يوم نمر الحجر ما نكبر له. اي قال والله هكا الواحد في جنبي قلت له اخو احنا ما سوينا كذا. قال لا عمرتكم باطله. حول لك قوه. طواف احنا الحين وايش في زحمه وفي العشر الاواخر والواحد هذا المشكله والواحد عرقه يصب. اي قال تعيدون طوافكم. احنا في اخر شوط علشان الاشاره بس علشان الاشاره احنا في اخر شوط. فمصيبه الانسان اللي ما عنده علم تشدد يظل الاخرين. فقال اخوي رجل خل هذا خراط ما عندي السالفه. احسن يا سلام. والله جت في راسي قلت يا ولد الحين يعني ضاربيننا 1000 كيلو شايف يعني ما اقتنعت بكلام اخوك. ما اقتنعت لان الواحد يحاول انه يجتهد في عمرته. نعم ضارب 1000 كيلو جاي وتعبان ومستاجر. فزدنا وجلسنا شوي والله ان تعبنا. فعاد اسولف مع عمي اللي الله يغفر له قال هذه صارت لي. قلت كيف؟ قال حنا جايين حج وجينا في المسعى بعد ما خلصت وجه المسعى ونجي ذاك الواحد قال رايح راجع هذا شوط. اي قالوا في زحمه الحج قالوا مس 14 شوط. قالوا خلصنا 10 اشواط. تحصل للغالبيه. قالوا معي خلصنا 10 اشواط. قال لنا مره خلاص تابني العافيه. قالوا انت صبر احنا خلصنا 14. قالوا حجنا ذاك السنه الله اعلم به من التعب شايفه. اي ففعلا يعني الانسان دائما يصير عنده يتعلم واذا انه يجهل يسال العلماء. بس ما يسال اي انسان. اي والله الانسان الان قد ممكن هذا الشخص اللي دلكم الانسان المريض ما عنده علم. هذا هو اذا ما عندك علم لا تفت الناس. فالانسان المريض ما يبحث عن اي دكتور. يا سلام. يبحث عن دكتور متخصص في مرض وروبي دكتور يقول شوفوا لي افضل دكتور. صحيح. نعم. فحنا اذا نحتاج شيء في امور ديننا ما نسال اي واحد. ما نعترض اي واحد ونقول شايف رغم ان الفتوى كل نبي يعطيك من عند راسه من راسه فتوى. لكن لا نسال العلماء الربانيين اللي الله جعلهم علماء وكذلك الدول خصتهم الفتوى. خصتهم لهذا الشيء. فلذلك يعني كان قديما البدو من اول واحد يطلع عمر رجال كريم شروه الوجيه ودايم نجريه يطلع عمر اذن ويجي ذاك الواحد ها كريم سبله. الله الله من اول يستخدمون النجر يدنون به علشان يجذب الضيوف. علشان يجذب الضيوف. فجاه واحد يطلع عمر قال له يا فلان. قال نعم. قال هذا صوت النجر هذا حرام. ها صوت النجر حرام. لا حول ولا قوه. ليه؟ قال صوت النجر يطلع عمر هذا منكر. هذا في رنة. اي في رنة. هذا من ناقوس. قصدي حق الكنائس. مثل الناقوس حق الكنائس. الله المستعان. اي قال هذا صوت النجري. اي لا لا لا. مثل اللي يسمونها الجرس حق الكنيسة. هذا ما يجوز. يقول يا والله مسبرت في راسي. الحين النجر هذا استهلن كل شيء اذا بتحط فيه عذاريب تطلع فيه 20 عذروب. صحيح. اي نعم. قال هذا وضع للكرم ولا والصوت هذا عشان الناس يسمعونه. ما هو وش انسان نيته ما نيته ذي. فيقول عاد الهبيات يقول اجلس تقهو وكل قولك سمعناه. يا سلام. طبعا الشيء اللي بجيبها بعد فيه بس هذه بس تسلم. إيه؟ تسلم. اجلس تقهو وكل قولك سمعناه المنكر اللي يتبعون الفسادي. هذا ما هو يا سلام. اجلس تقهو وكل قولك سمعناه المنكر اللي يتبعون الفسادي. النجر لولا دنت ما شرناه والنجر حنا اللي ندنه عمادي. يا سلام. النجر لولا دنته ما شرناه والنجر حنا ندنه حنا اللي ندنه عمادي ان كان ما يجذب مسايير وبداه ولا نعده من حساب الهوادي. الله الله. نعم يقول ان كان ما يجذب مسايير وبداه ولا نعده من حساب الهوادي. هذا بالنسبه ل اما بالنسبه للقصيده فهذه قصيده للوالد الله يطول في عمره على طاعته. اللهم امين. واياكم ما شاء الله. كان مسافر مع يروح يجي فيها بالشرك الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. اي نعم. فكان مسافر مع واحد من الجماعه والله هو ما يحب يعني الظهور ودائما الجماعه الله يحفظهم
دائما ياخذون سواء عندهم مشكله وعندهم هذا ابوه يعني كبير في رابعه ويروح نعم. يقول الشعر اي يلا ابوي شاعر نعم ومن قديم نعم. ما شاء الله